ووصلنا لمساحتنا الطبية، والموضوع اللي أكثر شيء بنسأل عنه إنه نسأل عنه ونستضيف أطباء خاصة فيه هو موضوع السكري. صحيح زينب، مثل ما ذكرتي وصلنا هلأ للفقرة الطبية، واليوم موضوعنا عن السكري. مساحتنا اليوم رح نسلط فيها الضوء على السكر ونمط الحياة، لأي درجة تؤثر عاداتنا الغذائية والصحية ومعدل النشاط أيضا على السكري. مثل ما بنعرف السكري بده حمية غذائية، كل هالأمور طبعا رح يخبرنا عنها الدكتور زياد زودة، استشاري بأمراض الغدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. صباح، خلينا نحكي اليوم العنوان العريض عند الإصابة بالسكري، كيفية التأثير على نمط الحياة اليومية كغذاء وصحة وتفاصيل معينة بحياتنا اليومية. نحن من وقت ما بنولد بالوراثة ناخدين بمورثاتنا شيء معين، يعني بده يصير معنا بمورثاتنا، مبرمجين يصير معنا بالمستقبل شيء معين. كل ما حنا زواج اقارب كثير ببلادنا في وراثة، صحيح. اذا كان بالعيلة حدا عنده سكري احتمال يصير عند الابن او عند الابنة 50%، اذا كان الزوجين عندهم احتمال صار 75%، واذا كان في بنت عمه بنت خاله صار الاحتمال اكبر. نمط الحياة بيلعب دور كتير كبير، إما بالتعجيل إنه يصير معنا هالمرض أو إنه بالتأخير أو ما يصير. صحيح. كل ما كان نمط حياتنا صحي أكثر، شو يعني؟ يعني كل ما كان عاداتنا الغذائية بعدنا عن الوجبات السريعة، عن السعرات الحرورية الكبيرة كتير، عن الفاست فود، عن المقالي، عن المعجنات، عن البيتزا، يعني كله بده يكون هذا كتير معتدلين نحن، ونكتر خضار قد ما بنقدر، خضار الموسمية مانا البلاستيكية، والفواكه مو عصير الفواكه. وفرق كبير، لأن يعني دكتور باخذ عصير فواكه طازج، نحن حتى نعصر كباية برتقان بدنا 5 برتقانات ومن الألياف يلي هي بتبطئ امتصاص السكر، وهي موجود فيها كتير شغلات مفيدة للأمعاء. الألياف كتير كتير هامة انه ناخدها. نعم. بعدين الحركة، احنا كل ما تحركنا اكثر كل ما كان الرياضة. هلا صار كلنا يعني اطفالنا عم نلاقي كان النمط الثاني من السكر يصير بعد ال40، كنا نقول هلا عم نشوفه عند شابات وعند شبان. صحيح. زيادة الوزن إلى هو زيادة كمان. الوزن زينب اللي عم تصير عند اطفالنا عم تأهب، في اعتقاد خاطئ وشائع انه انا بكره بينفضوا طول، هلا ابني صحته منيحه وبنتي صحته منيحه، بكره على البلوغ بينفضوا طول. هالحكي ليس له اي اساس من الصحه. زياده الوزن بتسرع بالبلوغ، تعمل اضطرابات هرمونيه، ونحن بعد البلوغ كثير كما بيقولوا انه ل 18 ما بدنا نطول. حدا عم يطول ل 18؟ بلوغ كل ما بكر اكثر، بعد سنه ونص من البلوغ سكر مشاشات كلها. فكل ما عم يشوفنا هلا على الاخباريه يعرف انه ما بنطول ل 16 ولا 18. نعم. بعد بلوغ سنه ونص حد اقصى. نعم. شغله ثانيه، بس زيد وزن ونحن وصغار عم تكاسر الخلايا الشحميه، بس نكبر نتعذب كثير لننزل وزننا. بقى كله هذا نحن بنجيب اكلات جاهزه كثير، قاعدين كل الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. صح. ما عم نتحرك، كله بيلعب دور كثير مهم. نعم. بزياده وزننا وبالتعجيل بحدوث مرض السكري. صح. عند الشبان والشابات، وصار في عندنا نمط سكري يلي عند الصغار يلي هو بيصير عند الكبار. دكتور زياد، دائما خلال لقاءاتك ودائما خلال المعلومات اللي بتقدمها والنصائح بتركز على الحميه الغذائيه اللي حضرتك هلا حكيت عنها، ومثل ما قلنا انه اذا كان مثلا نمط العائله هو ما بياكل اكل صحي، يعني هن عايشين على اكل السوق على الفاست فود، وايضا اطفالهم يعني بيجوا بيلاقوا بس هذا الاكل متواجد عندهم، فهن كمان نمط الحياه تبعهم خاطئ من الاساس، وعم يزيد الطين بله انه كمان في شخص مصاب بالسكري. قديش مهم انه لا نحن قدر الامكان نغير من هيدا العادات. طب اذا حتى الكبير بياكل لا الصغير يعطيه شيء صحي ياكله، يعني نحن دائما اولادنا بيقلدونا، بيقلدوا الاهل 100%. يعني شو بناكل نحن بدنا ناكل اولادنا. وانا بيجيني يوميا على العياده انه ما عم يدخل وعم يراجعون مشان موضوع الطول، بنقول لهم انه ما بدنا ناكل، ما بدنا نشرب مشروبات غازيه خالصه، ما بدنا ناخذ عصائر، ناخذ مقالي، ما بدنا معجنات، ما بدنا بيتزا، ما بدنا كرواسون، قدر الامكان بعد عنا. يقولوا شو بدنا ناكل؟
يعني هن هدول بياكلوهم وتنقلهم هيك انه يطلعوا انه معقوله؟ يعني بلدنا بلد غني بالخضار، التبوله كان طبق رئيسي، يعني اهلنا وجدودنا طيبة. ايه طيبه، انه في اطيب من التبوله، ناكل التبوله مع الخس مع الملفوف، نعمل محاشي يا لونجي من التبوله يكون زيت خضار. قليل، بعدين ناكل الطبق الرئيسي، شبعنا واخذنا فوائد كثير وبنفس الوقت ما سمنا. بعدين الخضره كثير مهمه للبشره للشعر، يعني هلا للنساء يلي كثير بيهتموا بشعرهم ببشرتهم باظافرهم كثير مهم الخضار الطازجة. صحيح دكتور، يعني دائما بيقولوا ايضا حكينا عن الوراثة، حكينا عن نمط الحياة غير الصحي، زيادة الوزن ممكن تأثر على الإصابة بالسكري، لكن ايضا بيقولوا انه في صدمة معينة اجت لشخص او حزن كبير فانصاب بالسكري، هل هذا صحيح؟ رد فعل الجسم ممكن يكون عم يتأثر ايضا بالحالة النفسية؟ زينب، لو الزعل بيساوي سكر كان كل السوريين صار معهم سكر، لنعرف هالشيء. في حدا نحن صرنا بعشر سنين بازمه ما حدا بالتاريخ مر فيها، كلنا كسوريين ما حدا الا متاذي، معناتها الزعل ما بيساوي سكر، هي بدنا نعرفها. الزعل هو عندنا كاسه مي مليانه، اجت نقطه مي طفت الكاسه لانه كاسه المي مليانه، بس مو الزعل هو سبب السكر. انا دكتور شو ما اكلت ما بصير معي شيء، هي شماعه. صح. بس انا ما تزعلوني او ما يعني يا الاب يا الام بيقولوا هيك، بس هذا ما له مزبوط، يعني الحكي ليس له اي اساس من الصحه. صحيح. نظامنا الغذائي بده يكون متوازن، نطلع بنعمل نتحرك بنعمل ساعه مشي يوميا، الطقس اغلب الايام حلو ببلدنا، نطلع بنمشي بيساعدنا الموضوع كثير، ونعدد وجبات الطعام، ما ناكل وجبه كبيره ولا نضل فتره طويله بلا اكل، الشغله كثير مهم. انا دكتور بضل على وجبه وحيده، اكثر الناس اللي بصير عندهم زياده وزن هني على وجبه وحيده، انا ما بتعشى، لا بنتعشى بس بتعشى خضار كثير، ناخذ زبديه لبن فاكهه. صحيح. هذا يعني اللي حلو. بعدين في الشغله بدي اركز عليها، نحن بيرجعنا بلعومنا شوي، نروح ناخذ يعني استخدام الانتيبيوتيك الصيدلات الحيويه سهل كثير ببلدنا، بيروح لعند الصيدلي بيعطينا اكبر اقوى صاد حيوي. نحن بقلب المعاء في عنا فلورا معوية، هي بتدافع عنا بتحمينا. الانتيبيوتيك الصاد الحيوي انا باخذ عندي، لقيت حبه اوغمانتين اخذتها، لقيت حبه مدري شو لونها اسود اللونه هي اخذتها، لا ما بيكفوا الدواء اول حبتين كمان بيغيروا، بصير عنا مقاومه لعمل الصادات الحيويه. اول شيء قتلنا الفلورا المعويه الطبيعيه الموجوده بجسمنا، خلوا جسمنا يدافع عن حاله. مزبوط. ليش دغري نحن من اول ما بترتفع الحراره بنركض؟ هلا موضوع الكورونا، كورونا هو مرض فيروسي، ما بده انتيبيوتيك، ما بده صاد حيوي، بيجوا لعندي على العياده ما بخليهم صاد حيوي، بياخذوا كورتيزونات بياخذوا مميعات لحاله. نعم صحيح. يعني دكتور حكيت نقطة جدا مهمة عن الانتيبيوتيك، كيف إذا كان مريض سكري وأحيانا بياخد إبر، يعني مو بس بيكتفي إنه بينزل على صيدلية وبياخد إبرة انتيبيوتيك بلا استشارة طبيبه، هو بيكون مريض سكري وأحيانا بيحتاج إنه ياخد أنسولين، يعني قديش كمان مهم إنه هي الاستخدام العشوائي بدون مراجعة طبيب السكري. يعني سالي ببلاد برا ما فيك تاخذي حبه انتيبيوتيك بدون وصفه طبيه، نحن عندنا يعني انه كثير سهل تفوتي على الصيدليه حتى جارك يعطيكي، حتى اللفايه تعطيكي حبه انتيبيوتيك، يعني هي بدنا ما عندنا ثقافه طبيه. مزبوط. لازم نستشير طبيبنا، ما ناخذ يعني الانتيبيوتيك شغله اذا ما كانت بمحلها ضاره جدا. انا ما بصير اخذ لا انتيبيوتيك لا فولتارين لا كتافلام لا هذا يعني الديكلوفيناك، اعطيني ابره ديكلون لها تاثيرات جانبيه كثير كبيره اذا ما كان لها فعلا ضروره. الدواء اذا ما كان بمحله الله سبحانه وتعالى اعطينا كثير امور لازم نحافظ عليها. نعم. نشرب مي بكميه كبيره، في ناس ما بيشربوا مي. صح. كل النهار، هي كلها كثير مهمه المي. نعم. كثير مهمة، حتى يمكن شرب المي بيتم بعادات خاطئة أثناء الطعام مثلا، لازم قبل الطعام بنص ساعة وبعد الطعام بساعتين فينا نشرب كوب ماء. بعدين استخدام الأنسولين، كانت عم تقول سالي عن الموضوع الأنسولين، يعني وقت اخترع وقت انكشف كان ثورة بالعالم. صح. بس بدنا نعرف أي مد لازم يتاخذ واي نوع الانسولين بده يتاخذ. استشارة دكتور. تماما. اذا اخذناه ما نهايه العالم، بيجوا دكتور انا بموت ما باخذ انسولين.
بيكون احنا بحاجه للانسولين، بيكون واحد جلدي على عظمه صار وانا ما باخذ انسولين، والانسولين الحامل نعطيها 9 اشهر بتولد بنرجع على الحب، ما في شيء اسمه اعتياد على الانسولين، بس لانه بننتظر 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 بيكون ما عاد في حل ثاني غير الانسولين، اذا وقفنا بيرجع بيرتفع السكر. عشان هيك الانسولين بيضرب العظم، الانسولين بيضرب العضلات، ما بيضرب الرياضيين بياخذوه طبعا بدون راينا مشان يقوي عضلاتهم. طيب كمان في ادويه السكر اللي عم تاخذ عشوائيا من قبل البعض حتى لتخفيض الوزن منها، ومنها كمان السكريين، يعني عادات عم بيحاولوا انه يوقوا حالهم من السكري بنفس الوقت تخفيض الوزن اللي بسبب السكري. طب خلينا نحكي كمان عن الاستخدامات العشوائيه، هل تؤثر سلبا؟ طبعا طبعا، نحن اي دواء زينب يستقلب عن طريق الكليه والكبد، لازم تكون وظائف الكليه والكبد جيده، هي الشغله المهمه. ما في دواء بينزل الوزن، كل الادويه اللي بتتاخذ تركيبها اورليستات يلي بصير بيطرح بصير الخروج سائل، الادويه يلي تركيبها ميتفورمين كلها، اذا ما كان طبعا في استشاره طبيه وفي عادات غذائيه، الاساس هو نعرف شو بدنا ناكل، ليس كميه الطعام وان نوع الطعام. صحيح، انا فيني اكل سحاره خضار ما بسمان، اذا اكلت صحن بطاطا مقليه مع كاتشب مع مايونيز سمنت، بدنا نعرف شو بدنا ناكل. هي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، بدي اتحرك يوميا، بدي اعمل نص ساعه حركه على المقلي. الشغله الثالثه، اذا بدنا ناخذ دواء بدنا نكون في استشاره طبيه لنوع الدواء. صحيح، حتى مريض السكري بيجوا لعنا مرضى سكري عم ياخذوا دواء لانه جارهم اعطاهم اياه، لانه قرايبهم اعطاهم اياه، بيكون عم ياخذوا جرعات كثير كبيره. دكتور، يمكن سمعت صبايا هيك ونحن بنحكي بين بعضنا، يعني طبعا ما بنعرف احيانا الموضوع الصح غير من الدكتور، انه فينا نحن ناخذ ميتافورال، ما بعرف هيك مثل السيتامول كحاله وقائيه منه نحن بنحرق سكرنا ومنه ما بنسى، بس قديش هذا الشيء ايضا مضر. طبعا طبعا، يعني وعيارات يعني. طبعا الميتفورمين سالي هو دواء بينزل مقاومة لعمل الانسولين ويعطى عالميا للناس اللي عندهم سكري وعندهم استعداد للسكري. تماما، بس بده ينعطى تحت اشراف طبي، وبده ينعطى فعلا مع نظام غذائي متوازن. نرجع بناكد انه في خضار بكميه كبيره، وبدنا نعدد وجبات الطعام. صح، وبده يكون اكيد وظائف الكليه والكبد، يعني نعمل تحاليل دمويه تاكدنا انه البوله والكرياتينين. يوميا بيجي لعنا على عياده ناس وظائف الكليه صار بدهم غسيل كليه، انه عم ياخذوا ميتفورمين بدون استشاره طبيه وبجرعات كبيره ولوحده. يعني هي الشغله كثير كثير بشعه. صح صح، نعم. طيب دكتور، يمكن حكيت ببدايه حديثك انه للاسف عم نشوف هلا بوقتنا الحالي بسبب العادات الخاطئه حتى اطفال مصابين بالسكري. مدى خطوره السكري على الاطفال؟ هل ممكن انه مثل السكر الشباب يكون الخطر يصيب عضو من الاعضاء مثلا؟ خلينا نعرف. زينب، كل ما كان السكر مضبوط كل ما بنعيش حياتنا بامان. يلي سكره ظابط، وانا بقول دائما سكره ظابط، مو بده يكون يقيس السكر على الريق بعد صيام طويل، لازم نقيس السكر على الريق بعد الطعام بساعتين. السكر على الريق بيكون تحت ال 120 ملي جرام، يعني الانسان عنده سكر. نعم. بعد الطعام ساعتين تحت ال 160 ملي جرام. اذا واحد قاس سكره على الريق وكان 120 وصار بعد الطعام 300 او 200، دكتور انا بس 200 سكر، شو 200؟ بده يكون تحت ال 160 ملي جرام بعد الطعام ساعتين. ومخزون السكري والخضار السكري تحت 7%. نعم. السكر بيجي عند الاطفال هو سكر يعالج حصرا بالانسولين، بيجي على النمط الاول، بيكون ما عندنا زياده وزن، بيصير بشكل سريع، يعني بيصير في شحوب، بيصير اوقات الام بطنيه، بيصير في اقياءات، بيصير في اوقات تغير عن الوعي، بدنا اوقات عنايه مشدده لما بيرتفع حمض الخلون بالدم. هي بتعالج حصرا بالانسولين. دور الاعشاب هو هون صفر، مو بس صفر، مؤذي. ورق الزيتون اللي بنغليه والترمس والقرفه عند العطار والقرفه وما بعرف شو، هي ما لها اي اساس، ما لها دور، هي مؤذيه. يعني ورق الزيتون مو الانسان اللي بياكله، ما بعرف منين جايبينها ببلادنا، يعني عندنا اختراعات ببلادنا حصرا ببلادنا. هي بدنا، يعني انا بزعل بس شوف انه طفل عنده سكري وظابط اموره على الانسولين، نوع معين من الانسولين، نوقف له الانسولين ونعطيه عشبه معينه، لانه قال في طب عربي، في طب وتكون فعلا في عشبه لها دور معين، بتكون باشراف صيدلاني ووزاره الصحه هي مشرفة عليها. هي كثير شغله مهمه. وبدي اقول للاطفال ولاهلهم خصوصا انه احنا في عندنا الجيل الحديث من الانسولين موجود ببلدنا، استيراد نظامي
نعطي نوع المديد تركيبه جلارجين او ديتامير مره بال 24 ساعه والسريع جدا قبل كل وجبه من الوجبات، ولازم عند اطفالنا نعطي الانواع الجديده من الانسولين. نعم. خلينا هيك دكتور نروح لشغله هيك شوي مضحكه هي، ولكن كمان من العادات الخاطئه انه بنشوف مريض السكري بياكل كل شيء بده اياه بلحمه، اخر شيء بياخذ الحبه كانه هي السحر، او مثلا بيشرب ورق زيتون وما بعرف شي شغلات تانية بجيبها من البزورية، يعني هو بياكل كل شيء بنهار، اي يلا بناخذ هلا الحبة ومننام على اساس انه هيدا الحبة خلص سحر هي روحت كل شيء، قد ايه كمان هذا الشيء غلط؟ يوميا او حتى بياخذوا انسولين بيكونوا حاطين الانسولين السريع بجيبتهم، انا خبصت هلا باخذ لي 20 وحدة انسولين سريع ومشي حالي، يعني هي عادات لسوء الحظ كثير خاطئة وبندفع الثمن نحن بعدين، يعني بنلاقي في آلام بإحساسات إنه حرقان خدران تنميل بإيدي برجلي ما عم شوف بعيوني، يعني أنا بتذكر حادثة ما بنساها كل عمري، سيدة جيت لعندي على العيادة مدام سكرك عالي كتير وخضابك سكري عالي ما بمشي غير بالإنسولين، أنا لو بموت ما باخد إنسولين، بعد 6 أشهر راجعة على العيادة وحاملها ابنها ما بتشوف بعيونها شبكية راحت، دكتور يا ريتك جبرتني تعطيني إنسولين، يعني وانا كثير بحاول انه بشكل كثير حلو انه افهم الشخص اللي مقابلي انه ما نهايه العالم اكيد الانسولين أكيد. والانسولين موجود لحتى يحمينا لحتى يساعدنا، بتمنى انا من كل مين عم يشوفنا اليوم على الاخباريه انه دائما يستشير طبيبه ويقيس السكر مو بس على الريق، اكثر العالم بيقيسوا السكر على الريق، بدنا نقيسه بعد الطعام بساعتين ويكون مخزون السكر تحت 7%، هي شغله كثير مهمه، ويكون الضغط طبيعي، يكون الكوليسترول طبيعي، يكون الشحوم طبيعية، كل الأمور مهمة كتير. نعم، في ممنوعات بالنظام الغذائي لمرضى السكري، يعني ممنوع منعًا باتًا أو يبعدوا عن مأكولات معينة أو نشويات معينة. أكثر شيء النشويات بالعكس ضرورية ولكن بكمية محدودة، ما بنشبع إذا ما أكلنا نشويات، بس تكون نشويات كاملة، يعني الخبز الكامل أحسن من الخبز الأبيض، أنا ما معي سكري، بس ما باكل غير خبز كامل مثلًا. السكر قد ما بنقدر واحذروا الابيضين صحيح. السكر والملح قد ما بنقدر نخفف سكر، مريض السكري ما لازم يعتمد على المحليات الصناعيه بس مو كميه، حتى الحلويات يلي معموله خصوصا لمريض السكري هي فخ، اول شيء غالي الثمن، ثاني شيء محليات صناعيه حاطين كميات كثير كبيره، ثالث شيء فيها دسم كثير، اذا ما حطينا طيب سكر حطينا اسبرتام بس بصير الحلو بدون دسم ما بصير، بعدين المقال يعني الحلويات المقلية غنية جدا جدا بالسعرات الحرورية، هلا إذا أكلنا فاكهة أحسن، إذا اشتهينا بناخذ قطعة كيك مثلا ما تكون عليها كريمة ما تكون عليها بشكل معتدل نتحرك من بعدها، بس يعني دائما بدنا نكون نحن في عنا وعي نعرف شو عم نساوي مو نخبي ونحن بالسرقة بكون عم نضحك على حالنا، نتعايش دائما مع الشيء الموجود معنا حتى نحله ومو نعقده أكثر. تماما تماما. دكتور بيقولوا انه معدل الشخص السليم من السكر 6 معالق شاي، لاي شيء هذا مزبوط وهل هو مزبوط بالاصل اصلا؟ كل ما خففنا سالم من السكر كل ما كان احسن، نحن الفواكه فيها سكر صح، يعني كل اكلنا نشويات هي عباره عن سكر بطيء الامتصاص، كل ما اخذنا نحن نشويات بكميه معتدله اخذنا سكريات، ما فينا نعيش بلا نشويات صح. بس ما بدنا سكر سريع الامتصاص حر هلا اذا حطينا شوي صغيره ما نهايه العالم، بس انه اذا معنا سكري اكيد ما بدنا نحط سكر. نعم، شكرا كثير على كل المعلومات دكتور اللي اعطيتنا اياها والمفاهيم اللي صححتها بمعايير طبيه، نحن بنتمنى من الكل مرضى السكري يلتزموا، واللي ما معهم سكري يكون في عندهم وقايه كثير مثل ما قلنا احذروا الابيضين سكر وملح، السكري والضغط اكثر شيء منتشرين ببلدنا ما حدا يعني يمكن قدام الاكل ضعيف، نتمنى يكون في عندنا ثقافه النظام الصحي. وبنتشكرك لوجودك وان شاء الله بالحلقات القادمه بنحكي اكثر ايضا على بعض المشاكل اللي عم يسالوا عنها كل الناس. انا سعيد بوجودي معكم سالي وزينب، ودائما الاخباريه هيك بيعطونا مساحه حلوه بنقدر بنعبر فيها عن اهلا وسهلا فيك. خليلي اياك. نحن اللي انبسطنا فيك دكتور، انبسطنا بالحكي اللي قلت لنا اياه، ومو حكي عادي، حكي مهم وايضا بمس كل شخص بيعاني او كل طفل من مرض السكري، شكرا كثير لك وان شاء الله يا رب هيك رسالتك تكون وصلتهم ويلتزموا فيها بلا هيك تخبيصات بالاكل، وبنشوفهم كثير عم ياكلوا بالهيك بالخفيه عن عائلتهم على اساس انهم ما عم يعملوا شيء.
شكرا لك شكرا سالي، شكرا زينب.